بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الكرام فيما نحن فيه في دورتنا في تأصيل العقيدة، ونحن ما زلنا في تقسيم التوحيد، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، والرد على من ينكر ذلك. ونحن في قراءتنا لكتاب القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق العباد الأستاذ بالجامعة الإسلامية والمدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو يرد على السقاف في كتابه ويقول السقاف طبعا من قواعد المقررة عند أهل البدع أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلوون أعناق النصوص لكي يستدلوا على فساد معتقدهم عافانا الله وإياكم. وإما يدل على ذلك أن الكاتب الثقاف حرف كلاما لملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر مشنعا على ابن أبي العز الذي ذكرناه في المجلس الماضي في شارح الطحاوية، وأيضا مشوها كلامه ومحرفه عن مواضعه وعن ما أراده به. وهذه عادتهم دوما، لذلك أنا لا أريد من طلبة العلم أن يقرأوا في كتب هؤلاء من أهل البدع. فماذا قال؟ يقول في صفحة 72 و100: والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه، وتبع فيه طائفة من أهل البدع. وقال العلامة ملا علي القاري في صحيفة 72 و100: ومن الغريب أنه استدل على مذهب الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء. هذا كلام الكاتب انتهى. فقارن بين نقل الكاتب هنا وبين نقل المتقدم، والإحالة في النقلين إلى صفحة واحدة يظهر لك كذب الكاتب وتلفيقه وغشه وتزويره. ولذلك يقول: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. ثالثا، بالنسبة للملا علي القاري الذي يزعم الثقاف أنه يقدح في ابن أبي العز، هو نفسه رحمه الله يقول بتقسيم التوحيد لثلاثة أقسام. ففي كتاب الشرح الأكبر في الصفحة صحيفة 9 و10 يقول ملا علي القاري: أقول فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية. رأيتم هالكلام؟ وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس في القضية، لقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن توحيد العبودية يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. أرأيتم؟ يعني توحيد الألوهية يستلزم من توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعية التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما، يعني التوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. لما احنا قلنا التوحيد بالنظر إلى الله عز وجل وبالنظر إلى العبد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبى فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله توحيد، وكله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم، وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم.
فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، لنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وإفسادا، وكذا السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول ديننا. يعني رد على الذين يتكلمون بالرأي كالمعتزلة الجهمية الأشعرية وإلى مذكم بالذوق والوجدان كالصوفية وغيرهم. ولذا وما زال الكلام لمولى علي القارئ، نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فلا نحتاج في تكميله لأمر خارج عن الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ومولى علي القارئ لما قال بل غالب سور القرآن إلى قوله الذين فارقوا التوحيد منقول نصا من كتاب مدارج السالكين، يعني مولى علي القارئ نقل كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ونحن ذكرنا هذا في دروس سابقة. وعليه فيقال للسقاف والجفري وغيرها وغيرهما، هل ترى أن مولى علي القارئ صاحب مذهب باطل تابع لطائفة من المبتدعة؟ وهل يشمله تنديدك لأنه سار على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذا التقسيم؟ يعني انظر، والآن يتكلم عن مولى علي القارئ ويعني ينافع عنه ويتهم ابن أبي العز. طيب مولى علي القارئ ينقل كلام ابن القيم بالكامل من مدارج السالكين. طيب أحيانا يأتي فيقول مثلا الجميع تأثروا بهذه المدرسة، والنعم فيها طيب من مدرسة هذا، وإن كان الجميع تأثروا مدرسة ابن تيمية، الجميع تأثروا مدرسة ابن تيمية من المتأخرين. طيب ماذا نقول في أبي حنيفة 150 هجرية؟ ماذا نقول في القاضي أبي يوسف؟ ماذا نقول في أبي جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية رحمه الله؟ وقد نقلنا نصوصا فيما تقدم وفيها أنهم يقسمون التوحيد إلى الأقسام الثلاثة، وكل هؤلاء من إيش؟ وكل هؤلاء من الحنفية. وأيضا بالنسبة للمتكلمين الذين ينقل كلامهم الجفري وينقل كلام السقاف وينافع عنهم، هم في أنفسهم يقسمون التوحيد لثلاثة أقسام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إن عامة المتكلمين الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذا موجود في كتب الشهرستاني. الشهرستاني يقول أيها الكرام الفضلاء، وهذا الكلام موجود في كتاب الملل والنحل، ولا الشهرستاني هذا من المتكلمين، وعنده حلقة في قواعد الأصولية كلام كبير جدا جدا من كلام أهل البدع. يقول أما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته الأزلية لا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له. انظر يعني كيف أنه جعل هذه الأمور هي غاية التوحيد، وهذا من طريقة المتكلمين، فهم يقررون العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة ثم ينسبون ذلك إلى الحق والسنة. فمراد بأهل السنة الأشاعرة، إذ أهل السنة الذين هم أهلها وحق بها لم يفه أحد منهم بهذا الكلام المذكور. طيب نأتي للبيجوري. البيجوري أدب المتكلمين، وفي رسالة في علم التوحيد ضمن مجموع مهمات المتون. البيجوري يقول ويجب في حقي، يعني حق الله تعالى، الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. ومعنى الوحدانية في الذات أنها ليست مركبة من أجزاء متعددة، ومعنى الوحدانية في الصفات يعني الذات ذات واحدة وإن تعددت الأسماء، ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذا، وليس لغيره صفة تشابه صفاته تعالى، يعني ليس كمثله شيء. ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال وضدها التعدد. لكن هذا التقسيم الذي ذكره البيجوري فيه أباطيل، فيه أباطيل، فيه أمور باطنة، منها إدخالهم نفي الصفات تحت قولهم ولا شبيه له في صفاته،
فصار عندهم من يقول إن لله علما وقدرة، أو أنه يرى في الآخرة، أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أو أن له وجها وسمعا وبصرا وغير ذلك من الصفات مشبهة ليس بموحد. يقول ابن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 463 في التمهيد، وابن عبد البر من أكثر الذين خدموا الفقه المالكي، عنده التمهيد لما في موطأ من الأسانيد شرح الموطأ على طريقة المحدثين، وعنده الاستذكار شرح فيه الموطأ على طريقة الفقهاء. يقول ابن عبد البر: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. أيضا من الأباطيل في قول البيجوري لما قال هو واحد في ذاته لا قسيم له، إدخالهم تحت قوله نفي علو الله على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفي وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. وغاية هذا التوحيد أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى لهم ويسجد، لأنه قال لك واحد في ذاته لا قسيم لا. أيضا من الأباطيل في هذا الكلام البيجوري إهمالهم في هذا التقسيم لذكر توحيد الألوهية والدعوة إلى خلاص الدين الله وإفراده وحده بجميع أنواع العبادة الذي هو زبدة دعوة الرسل وروحها. فهذا النوع من التوحيد لا ذكر له عند ملبتنا، ما يذكر توحيد الألوهية أبدا، مثل بعض المبتدعة الذين يتكلمون يقول لك الدعوة والتبليغ نفس الكلام، عندهم توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. أيضا من هذه الملاحظات على كلام البيجوري أشهر الأنواع الثلاثة عنده هو الثالث، هو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. وهذا سبحان الله، هذا حتى الكفار يعرفون هالكلام. والإنسان التوم من خلق، الخلق هذا فعل ولا لا؟ من خلق السماوات والأرض ليقول، حتى يقول واحد في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك ولك تملكه وما ملك. هذا ليس من التوحيد، لأن الكفار يقرون بهذا، وبذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقتلهم عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما لم يأتوا بتوحيد الألوهية، هذا مع ما في تقسيم من أمور باطلة وعقائد منحرفة فاسدة سبق الإشارة إلى بعضها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على البيجوري. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وهو مذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون، وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول. فهم مع زعمهم أنهم الموحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله، بل التوحيد الذي يدون الاختصاص به باطل في الشرع أيها الكرام الفضلاء، بل هذا التوحيد الذي يذكرونه أيها الكرام الفضلاء هو باطل بهذا التقسيم في الشرع والعقل واللغة. وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا هو هذا هو الذي وحده، ومن عبد من دونه شيئا من الأشياء فهو مشرك به ليس موحدا مخلص لله، وإن كان مع ذلك قائلا بهذه المقالات التي زعموا أنها التوحيد، كما في نقض التأسيس لشيخ الإسلام. إذن ماذا يقال لهؤلاء الجفري والثقاف وغيرهما؟ هدنا الله وإياهم للطريق المستقيم. نقول: هؤلاء من تدافع عنهم قد قسموا التوحيد لثلاثة أقسام بلا مستند من الشرع، مع ما اشتمل عليه تقسيمهم من أمور باطلة قد تم التنبيه عليها. ولذلك ما استندوا عليه فقط هو أيها الكرام الفضلاء الهوى والعقل، يعني في كلام البيجوري لما قال: ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات والصفات والأفعال. هذا ومع ذلك هم قسموا إلى ثلاثة أقسام، وهذا
يرد على مستلزم هذا الذي يقول لك التثليث في التوحيد هذه بدعة ابتدعها من؟ ابتدعها الوهابية وابتدعها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غير ذلك. أيضا نقول إن هذا الذين ينكرون تقسيم التوحيد للألوهية والربوبية والأسماء والصفات أيها الكرام الفضلاء هي نفس شبهة منكري أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، نفس المنكرين الجهمية وغيرهم. ليه؟ يدعون أنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات تعدد القدماء، وهذا طبعا ذكر ابن تيمية في إبطال هذه الشبهة في مجموع الفتاوى. جهم هذا اللي هو كبيرهم نقل عنه أنه قال لو قلت إن لله 99 أسماء لعبدت 99 إلها، لا إله إلا نعوذ بالله من الخذلان. وهذا ذكره طبعا سبحان الله يعني فتح ابن حجر في فتح الباري لما يشرح حديث إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. يقول لك لو أنا أعبد 99 هم جهلة ما يعرفون أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى. لذلك ابن القيم رحمه الله لما رد على الشبه هذا في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رحمة الله على ابن القيم يقول فانظر إلى رد على الشبه هذا اللي كلام الجهم لو عبدت 99 اسما يعني ما عبدت 99 إلا، يقول فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى، إنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه، كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفات إلها، بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته، وهذا بعينه متلقا من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، حيث يقول يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول يا الله يا سميع يا بصير فيدعو آلهة متعددة. فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تقوم بدعوته فإنما هو دعوت الله به تبارك وتعالى. فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماءه الحسنى المشتقة من صفاته، ولذلك كانت كلها أسماءه حسنى. إذن هؤلاء القوم يا أخواني لا فرق بينه وبين قول جهم هذا وبين قول تلاميذهم من الجهمية المعاصرين. لذلك نقول ما نحن فيه الآن من تأصيل العقيدة مهم جدا جدا جدا، لأنك الآن لما تأتي إلى الملاحدة أو تأتي إلى الأفكار المعاصرة إنما هي أخذت من نفس هذا المعين الآسن والعياذ بالله الذي أخذ منه الجهم وأخذ منه الجعد وغيرهم من أهل البدع. إذن لابد نأصل هذا المعنى اللي احنا فيه الآن، لأن هؤلاء تلامذة الجهمية المعاصرين الذين يزعمون أنه يلزم من إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات التعدد في التوحيد، فالشبهة واحدة والأخوة بينهم ظاهرة، شبهة واحدة والأخوة بينهم ظاهرة. طيب يقول أهل البدع ولا بد أن نبطل هذا التقسيم، يعني تقسيم التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا يقول السقاف في كتابه في هذه المقدمة الصغيرة المتواضعة باختصار ترخيصا للبحث الذي تحوي هذه الرسالة التي سنسلك فيها طريقة خير الكلام ما قل ودل، فنقول بالله تعالى التوفيق. سبحان الله، انظر هنا الكاتب لما بنى إنكاره لتقسيم التوحيد بناها على ثلاثة على أمور أربعة أمور ذكر في أول رسالته، وسيتم الرد عليها وتفنيدها بإذن الله عز وجل. وكل أمر من هذه الأمور كما يقول الشيخ الدكتور عبد الرزاق ينم عن جهل وقلة علم وقصور فهم لنصوص الشرع في أعظم الأمور وأهمها وأجلها قدرا، وهي أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك انظروا إلى أهل البدع يبلغ بهم الجهل أعظم المبلغ في أعظم ركن وأعظم باب يدخل منه إلى الإسلام والتوحيد. ولذلك أهل العلم يقولون إنما يؤتى الرجل من سوء فهمه من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا اجتمع كمل نصيبه من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هذا قول ذكر في الصواعق المرسلة، يا ريت نقرأ هذا الكتاب إن شاء الله وسنتعرض له في تأصيلاتنا إن شاء الله. إذن الإنسان يا أخوان من أين يؤتى؟
إما من سوء الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أو من سوء القصد، أو من كليهما معا، نسأل الله عفوا. فإذا اجتمع كان هذا هو الضلال بعينه. ولذلك سوء فهم هؤلاء السقاف والجفر وأمثالهما ومن لف لفهما ظاهر في كتبهم وفي محاضراتهم، أنهم يعني يعتمدون على الكذب والغش والتدليس والتزوير على أهل العلم، كما بينا في النقولات السابقة. نكتفي بهذا القدر أيها الكرام الفضلاء، وغدا بإذن الله عز وجل لنا لقاء جديد وموعد متجدد فريد في تأصيل تقسيم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. اللهم ارحم أبي رحمة واسعة واجزي عني خيرا يا رب العالمين يا رحم الراحمين، واحفظ والدتي يا رب العالمين واجزي عني خيرا الجزاء، وأجزي الله المثوبة والعطاء وطول عمر على طاعتك ورضوانك، وارحم أخي عادل وبارك له في عقبه وجميع إخواني وذرياتي يا رب العالمين، واشف خالدا شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك في أهلنا ونياتنا وذرياتنا، وفقنا إلى طلب العلم النافع والعمل الصالح. تم الكلام، ربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق قمرين ولقد أخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.